بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بداية ده فيديو، أول فيديو هنعمله في حل كتاب A1 Treasure. A1 Treasure اللي هو الكتاب اللي شايفه قدامك على الصورة دلوقتي ده. الكتاب ده فيه حاجتين اتنين، فيه شرح وفيه تمارين، حتى مكتوب عليه كتاب الشرح والتدريبات. الكتاب ده نزل الترم الأول والترم الثاني. حضرتك دلوقتي ده أول فيديو في حل الكتاب ده. لو حابب تشترك معانا فيه ممكن تبعت رسالة على 010-20-78-78-39. ده بداية بالنسبة للكتاب ده. طيب بالنسبة للكتاب التاني اللي قدامك دلوقتي اللي هو A1 Practice، الكتاب ده كله أسئلة ما فيهوش شرح إطلاقا، هو بمثابة جرعة محترمة من الحاجات اللي لها علاقة باللغة الإنجليزية، سواء كلمات حروف جر مشتقات كده يعني قواعد. فA1 Practice ده الكتاب ده موجود كاملا مسجل. يعني إيه مسجل؟ يعني موجود في فيديوهات تقريبا قرابة 35 فيديو موجودين. فالكتاب ده مسجل، لو حضرتك عايز تشترك فيه برضه ممكن تبعت لنا رساله على نفس الرقم او ادي لك التفاصيل كلها. الكتاب الاولاني A1 Practice كله اسئله وده موجود. الكتاب الثاني A1 Treasure وده كتاب فيه اسئله وفيه شرح. طبعا احنا مش هنشرح منه، بس السؤال اللي هيقابلنا هنشرحه بالتفصيل زي ما انت هتشوف دلوقتي. طيب تعال نبدا كده. بسم الله. في اول الكتاب ده عامل فكره كويسه جدا. ايه هي الفكره؟ ان هو عامل اسئله على القطع اللي موجوده في الكتاب. يعني اول مثلا حاجة عندنا القطعة دي، قطعة من قطع الريدنج اللي في الكتاب، الراجل جايبها وجايب عليها أسئلة. تعال نقرأها مع بعض، نحل السؤالين اللي عليها ونشوف. بيقول لك العنوان نيو هاري بوتر شون أونلاين، يعني كتاب هاري بوتر الجديد بدأ يظهر الأونلاين. فوتوغرافس اللي هي الصور of all 784 pages of Harry Potter and the Deathly Hallows. بيقول لك صور من كتاب هاري بوتر، الكتاب اللي كان متكون من 784 صفحة. الكتاب اسمه هاري بوتر ومقدسات الموت. طبعا في النص زي ما انت بتقرا كده بيقول لك ديسلي هالوز اللي هو مقدسات الموت، يبقى الموت ديسلي ديت هنا صفه او مقدسات الموت بقى عشان يبقى كلام حلو يعني. هاف ابيرد اون ذا انترنت فور دايز بيفور جي كي رولينج فاينل بوك از ديو تو بي ببلشد. بيقول لك ان الكتاب ظهر على الانترنت باربع قبل ما يتم نشره في شكل رسمي يعني باربع ايام. ديو تو دي ليها معاني زي ما احنا اتفقنا قبل كده في الوحدة الأولى لما كنا شغالين في المعاصر، إن عارف إن كلمة ديو تو دي لها معنيين، معناها على وشك ومعناها التاني اللي هي about تو. فلما أقول لك ذا بوك الكتاب is about to be published، هنا about تو دي يعني ممكن تحط مكانها ديو تو، والاثنين معناهم على وشك، يبقى كده أول حاجة كده ديو تو بمعنى على وشك بتساوي about تو. طيب المعنى الثاني بقى ان كلمه due to دي معناها بسبب، فممكن تساوي كلمه because of. فلما اقول لك due to his laziness بسبب كسله ممكن نحط مكانها because of his laziness. فاحنا هنا في الجمله يقول لك due to على وشك ان، وطبعا be published دي انت عارف ان انت لما تستخدم verb to be وبعدين published دي ممكن نشيلها ونحط مكانها زي ما هي كده came او come out بقى حسب الزمن. فلما اقول لك the book was published فدي معناها ان ذا بوك كيم اوت، والاثنين دول بيدوني معنى مجهول. طيب لكن كلمه ببلش كده لوحدها ده فعل بمعنى ينشر. لما اقول لك مثلا طه حسين ويل ببلش ا نيو بوك، يعني طه حسين سينشر كتابا جديدا، ده الراجل مات يعني طبعا فما عادش ينفع. اتس نوت نون، مش معروف هو توك فوتوغرافس اوف ذا بوك، مش معروف مين اللي صور كتب من الكتاب ده ونشرها. هوز contents الذي محتوياته، محتويات ايه؟ محتويات الكتاب، يبقى هوز دي عايد على الكتاب. have been kept a secret لازم محتوياته حفظت كسر before the book's published at 12:01 يعني الساعه 12 ودقيقه بالظبط AM اللي هو انتي ميريديم زي ما هنشوف وهنعرف دلوقتي. عايزك تعرف ان AM دي اختصار لانتي ميريديم. امال البي ام اللي هي مساء اختصار لكلمه بوست ميريديان برضه. طيب فبقول لك هنا الكتاب ده اتنشر الساعه 12 دقيقة صباحا اون ساترداي 1 اسبوع مع اون زي ما هو عامل في القطعه كده. سام ويب سايتس بعض المواقع هاف ريموفد، بعض المواقع ازالت. كلمه ريموف دي معناها يزيل بالظبط زي كلمه ديليت كده. هاف ريموفد ذا فوتوز افتر ريسيفنج ورنينجز، بعض المواقع ازالت الصور بعد ما تلقت تحذير من الببلشرز لويرز من المحامين بتوع الناشر. But photos of the book ولكن في صور من الكتاب ما زالت تقرأ على الصفحات التانية، يعني مش كل المواقع التزمت بالتحذير ده. It's also claimed that يدعى أيضا، كلمة claim يعني يدعي زي ما هو هيجيب لك في الاختيارات كده بتساوي كلمة allege
that some people were tribing up, إن بعض الناس ما زالوا بينسخوا نسخ من الكتاب from the photos to share on social media عشان يشيروها على السوشيال ميديا. This all occurred. عند occurred دي هنقف وقفة بسيطة كده عشان احنا نحتاجها قدام واحنا بنحل. عايز تعرف ان كلمة occurred دي اولا معناها يحدث، بس يحدث بدون ترتيب، يعني يحدث فجأة. حلو، ده رقم واحد. رقم اتنين، في كلمة occur معناها يجول ببال، سواء ببالي او ببال غيري. فلما اقول لك مثلا it occurred to us يعني جال بخاطرنا، occur to me يعني جال بخاطري، يعني حصل قدامي. يعني الحاجة التانية ان كلمة occur دي بتساوي كلمة present، يعني present يعني يوجد او يتواجد. كان في سؤال جبت لك مرة في امتحان قبل كده، كنت بقول لك ان minerals اللي هو المعادن occur naturally يعني بتتواجد بشكل طبيعي in the earth's crust يعني في القشرة الأرضية. فكلمة occur دي معناها يتواجد. يبقى انت كده قدامك كلمة occur دي معناها يحدث بدون ترتيب، معناها يجول ببال، ومعناها بيساوي present يعني يكون موجود او يوجد. طيب الكلمة التانية مع سيادتك اللي هي كلمة happen. happen دي رقم واحد معناها يحدث برضو بدون ترتيب، يعني تدي معنى برضو occur. ده رقم واحد. رقم اتنين، الوحيدة التي تستخدم في السؤال لما تحب تقول لي what، ماذا حدث، what happened، ما تقولش what occurred. تمام. طيب الحاجة التالتة ان كلمة happen وكلمة occur وايا كان هما مين ما بيجوش في المجهول، بس ده هنقولها في الاخر. الكلمة التالتة بقى اللي هي كلمة take place. take place دي بتدي معناها اتنين بس، يحدث بس شيء مرتب، يعني ايه مرتب؟ يعني مخطط له، يعني زي مثلا wedding حفل زفاف، ده بنرتب له. الحاجة التانية بنستخدمها لما نتكلم عن شيء حدث بالفعل، سواء هو حدث مفاجئا او غيره يعني، بس هو المهم حدث. فانا ممكن اقول لك the accident happened took place and occurred. لما نقول the accident took place، حضرتك كده بتتكلم عن الحادثه اللي بالفعل حصلت، فنقول took place. طيب لو انت بقى بتقول لي ان المؤتمر سيحدث الساعه 7 غدا، هنا بما انه هيحصل بكره يبقى ده حدث مرتب، فتستخدم take place. طيب نرجع بقى لجملتنا تاني كده، او للقصه على اللي بنقرا فيها ديت. بقول لك occurred despite the careful security، اللي بقول لك ان السرقه دي والتسريب حصل برغم الامن التامين يعني الحريص، which has been put in place، اللي كان put in place يعني كان موضوع في مكانه الصحيح. before the book is published this included asking bookseller. التامين ده كان بيتضمن ان هم كانوا بيطلبوا من البوكسلرز اللي هم البياعين بتوع الكتب not to tell the media، ان هم ما يحكوش للميديا عن اذا كان هم اللي هم البوكسلرز يعني عندهم نسخ من الكتاب ده ولا لسه ما وصلتهمش. الانسيدنت، وركز هنا في الحته دي، وقال لك انسيدنت بمعنى الحادث الغير مرغوب فيه او الحادث الغير صار. كلمه انسيدنت مقصود بها حدث غير صار. طبعا ما ينفعش نستخدم هنا ايفنت مكانها. مثلا هايلايتس بيبرز لنا ان المشكله بتاعه ان القرصنه الالكترونيه للكتب which is becoming much more common، اللي اصبحت منتشره بشكل كبير جدا. طيب تعالى بقى نحل الاسئله بتاعتها ونشوف سؤال بسؤال. السؤال بيقول لك photographs of all 784 pages of Harry Potter not its official publication. بيقول لك ان الصور بتاعت الكتاب اللي نزلت على الانترنت كانت ترتيبها ايه بالنسبه للنشر الرسمي بتاع الكتاب؟ اكيد هي سبقت، وسبقت يعني preceded معناها سبقها. The underlined word whose، كلمه whose دي بتشير الى ايه؟ كلمه whose اللي انت بتقول لها الكتاب الذي محتوياته، يبقى whose ده عايده على الكتاب، يبقى نستخدم book. The person who leaked، الشخص اللي سرب الكتب ده مازال unknown زي ما قلنا، يعني غير معروف. في اول قطعه قال لك اهو، قال لك هنا في اول قطعه قال لك it is not known يعني ليس معروفا، معنى انه غير معروف يعني unknown، او زي ما هو جايب لك في اختيارات كده كلمه anonymous. anonymous رقم بي معناها غير معروف او ما حدش عارف، يعني غير معروف يبقى anonymous. طيب AM قلنا دي اختصار لكلمه anti meridian، لو انت حفظت الكلام ده ترتاح. الاندرلاند وورد زي، كلمه زي بتشير لمين؟ زي ما قلنا قال لك ان طلبوا منهم اذا كان هم عندهم نسخ من الكتاب ولا لا، يعني هم مقصود بيها البوكسلرز اللي هو رقم سي. طيب الصفحه الثانيه اللي بعد كده، الراجل بيقول لك اكوردنج تو ذا تكست، وفقا للنص، كام يعني الويب سايتس اللي استجابت للببلشرز لويرز وورنينجز؟ هو كلهم؟ لا مش كلهم، لان في ناس استجابت فعلا، وفي بعدها ظهر كلام او ظهر صور على مواقع الكترونيه. طبعا مش هنقول نو لان في ناس استجابت زي ما قلنا، فنوت اول مش كلهم استجابوا. من الواضح ان البوك بايرسي دي عباره عن جريمه، جريمه والناس كلها زعلانه منها وبتشتكي. بعد كده بقول لك كومون
كلمه كومن الاشاعه منتشر في قطعه عكس الشيء المنتشر عكسه الشيء النادر يبقى رير. اوكر يحدث في القطعه ديت بتساوي كلمه، يبقى كلمه اوكر يعني زيها زي هابن زي ما قلنا حتى هي سينونيم. طيب كليم يعني يدعي، اللي في القطعه هي سينونيم لكلمه ايه؟ كليم زي ما قلنا سينونيم لكلمه اليج. يعني ايه اليج؟ يعني يدعي برضو. لكن ديموند يطلب ودينا ينكر وأون يمتلك. الابوستروف اس الموجوده في كلمه جي كي رولينجز فاينل بوك، الابوستروف اس دي بتعبر عن البوزيشن اللي هو الملكيه. الانسيدنت هايلايتس ذا بروبلمز اوف اونلاين بوك بايرسي ويتش بارت اوف سبيتش ذا وورد اونلاين هير. كلمه اونلاين يعني الكتروني، انت بتقول القرصنه الالكترونيه، الالكترونيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ادجكتيف صفه لقرصنه. طيب رقم 13 this all occurred despite the careful security، بيقول لك الكلام ده كله حصل برغم الامن المنتشر يعني على الكتابه على الكتب بشكل حريص. كلمه despite يعني برغم. احنا متفقين يا عم الحاج قبل كده ونكرر ونعيد ان اي كلمه في الكلمات ترجمتها لقيت معناها لذلك فدي بتفيد الريزلت اللي هي نتيجه. اي كلمه هنترجمها هيطلع معناها لان او بسبب، يبقى دي هتفيد الكوز او الريزن، واحد من اتنين يعني. طيب اي كلمه هنترجمها هيطلع معناها ولكن او بالرغم من ان، نعرف كده ان الكلمه دي بتفيد الكونتراست. طب اي كلمه معناها و او بالاضافه الى، نعرف ان دي بتفيد الاديشن اللي هي الاضافه. الكلام ده احنا حفظناه المفروض كاننا بنسمع كده اغنيه. فحضرتك عندك كلمة اديشن دي ما تنفعش لان بتستخدم في الاضافة. ريزلت النتيجة، كوز السبب، يبقى كونتراست. السؤال بعد كده رقم 4، طبعا كلمة كوز دي اللي هي سبب يعني. دي لما يكون الكلمة معناها لان زي ما قلنا مثلا بيكوز اوف الكلام ده. 14 بيقول لك it's also claimed that some people were typing up copies of the book. ايه الجمله دي نوعها ايه بالظبط؟ يا ترى هي سمبل ولا كومباوند ولا كومبلكس ولا كومباوند؟ المهم تعالى افهمك حته سريعه كده لحد ما نتقابل في يوم نشرح الكومباوند والكومبلكس والقصه دي. لو انا عايزك تعرف ان انت عندك جمله اسمها ان دي بندنت كلوز يعني ودي بندنت ديبندنت. الاندبندنت دي بيكون فيها فاعل عادي جدا وفعل ومكملات. كذلك الامر الديبندنت بيكون فيها فاعل وفعل ومكملات. عادي جدا تمام زيها بالظبط زي الاندبندنت. امال الفرق فين؟ الفرق بينهم ان كلمه ان الاندبندنت كلوز دي بيكون فيها فاعل وفعل مكملات ولها معنى، دي ليها معنى، لكن دي ملهاش معنى. بمعنى لما اقول لك مثلا على سبيل المثال as you are smart، لانك ذكي، الجمله فيها فاعل وفعل مكملات لكن لا معنى، مفيش معنى هنا. بما ان ملهاش معنى فالجمله دي بنسميها على طول، الجمله دي بنسميها ديبندنت. طيب لما اقول لواحد مثلا you can solve any problem، يعني يمكنك ان تحل اي مشكله، في الجمله كامله بدا بفاعل وفعل مكملات فدي جمله كامله، وبما انها كامله بتديني معنى وليها وهي فاعل وفعل ومفعول يعني كامله من حيث البناء ومن حيث ان هي لها معنى فدي بنسميها independent clause. حلو، لما يكون عندك dependent clause وان dependent clause الاثنين دول مع بعض فبنسمي الجمله دي complex. ملحوظة سريعة كده، الكومباوند ديت لازم يكون فيها على الأقل اتنين اندبندنت، محتاجة اتنين اندبندنت، يعني لو في اتنين جملتين اتنين اندبندنت، يعني ايه جملتين اندبندنت؟ يعني جملة اتنين من غير معنى وجملة فيها معنى فبنسمي التركيبة دي كده بنسميها كومباوند سنتنس. طب لو في واحدة ديبندنت وواحدة اندبندنت بنسميها كومبلكس، وده اللي قدام سيادتك في الجملة هنا بشكل سريع لا إلى أن نتقابل في القصة دي. طيب فين بقى الديبندنت وفين الاندبندنت؟ تعال نشوف. بيقول لك it is also claimed، يعني يدعى that some people were typing up copies of the book. النص ده بعض الناس بينسخوا كتب. ده بعض الناس بينسخوا كتب، ده الديبندنت، الجزء اللي هو الديبندنت عشان بدأ برابط اللي هو ذات. الجزء الاولاني الاندبندنت، المهم في اندبندنت وديبندنت مع بعض فدي جمله تقول لها كومبلكس على طول. الفيرب appear، كلمة appear يعني يظهر، الفعل ده عبارة عن أنه نوع من دول؟ النوع ده فعل intransitive، يعني إيه intransitive؟ يعني فعل لازم، لازم، لكن ده متعدي. والفعل اللازم ده اللي هو مش محتاج مفعول، على عكس الترانستيف اللي هو متعدي اللي هو لازم يجيب بعد مفعول. على سبيل المثال أنت هنا بتقول لي مثلا ذا صن، الشمس appeared
الشمس ظهرت، ممكن تسكت على كده. لكن الترانستيف لما اقول لك مثلا شي كيلد، يعني هي قتلت، لازم تقول لي قتلت مين، فهو فعل هنا متعدي. طب ديثلي اللي في كلمه ديثلي هالوز عباره عن ادجكتيف زي ما قلنا اللي هي رقم بي. طيب بقول لك اف ا بوك از ديو تو بي ببلشد، لو في كتاب على وشك ان هو ينشر نيكست فرايداي يوم الجمعه الجاي على وشك انه ينشر، يعني احنا متوقعين نشره، ده معناها ان اتس بابليكيشن از اكسبكتد تو هابن ات ذس تايم، ان نشر الكتاب ده متوقع يحصل في التوقيت ده، يبقى الاجابه فعلا رقم اي دي صح. طيب رقم 18 اكوردنج تو ذا تكست، وفقا للنص، سام ويب سايتس didnt ريموف ذا فوتوز انتل، بعض الصور الموجوده على المواقع لم تحذف الا بعد ما الاوثر بتاع الكتاب حذرهم ان هو سيقتل، ما جابش سيره قتل في النص خالص. الببلشرز لويرز سريتن المحامين بتوع الناشر هددوا تو شو زير اونرز اللي هم هيقاضي الناس اللي معاهم الصور دي، رقم بي دي صح. طبعا مش هنكمل. ذا ببلشرز ترايد تو اوفر كام بايرسي، الناشرين حاولوا ان هم يتغلبوا على القرصنه عن طريق بيتنج زوز هو ليكد زير بوكس، عن طريق ان هم يهزموا الناس دي ما نزلوش في صراع ولا حاجه، بروموتنج زير ادفرتايزنج كامبينز، يعني بداوا ان هم يطوروا من حملاتهم الدعائيه، ما قالش كده برضو، ميكينج امندمنتس عملوا تعديلات للكتاب، عدلوا الكتاب لا برضو، لكن ثريتنج تو جو تو لو، زي ما هو قال في النص ان المحامين بداوا يطلبوا من شركات التامين من المواقع ان هم يشيلوا الصور على سبيل الثريتنج التهديد. الجزئيه اللي بعد كده بقى مجموعه اسئله كده اختياري، تعالوا نبدا فيها واحد بواحد. أول سؤال بيقول لك وات باد نيوز، يا لها من أخبار سيئة، ذا بوك هاد بين إيه بيفور إت واز ببلشد، يا له من أخبار يا له من خبر سيء أو أخبار سيئة، الكتاب حصل إيه قبل ما ينشر، أكيد ليكد، ليكد يعني تم تسريبه، كلمة لوك دي معناها يغلق، يغلق الباب أو كده، بس أبير يختفي ما بتجيش في المجهول، ريتن اللي هو كتب. طيب وفي السياق الجملة الأولانية كده لما أقول لك وات باد نيوز، عايزك تفتكر معايا كده سريعا، إحنا خدنا التركيبة دي كذا مرة، إنك بتجيب وات إيه أو إن وبعدين صفة وبعدين اسم، بس الاسم هنا يا اما لازم يكون يعد وفي صيغه المفرد، فانت بتقول لي وات مثلا ا باد بوك، يا له من كتاب سيء، وتحط علامه التعجب ما تنساش، مش ينفع علامه استفهام. التركيبه الثانيه انك تستخدم وات وبعدين صفه وبعدين اسم وعلامه التعجب، لاحظ ان هنا الاسم ده اما ان هو يكون اسم جمع او ان هو يكون اسم لا يعد، واحده من الاثنين دول. اسم جمع، مثال اسم جمع ان اقول لك مثلا وات باد بيبول مثلا، يا لهم من اشخاص سيئون، علامه التعجب، او انك تقول لي وات باد نيوز، يعني يا لها من اخبار سيئه، او تقول لي مثلا وات فيك نيوز، يا لها من اخبار مزوره او كده ما غير حقيقيه. طيب فانت استخدمت هنا ليكد يعني تسربت، اللي هي رقم A. ثانيه it is not that some people were typing up copies of the book to share it illegally، بقول لك ان ايه، ان بعض الكتب الناس كانوا بينسخوا من الكتب عشان ينشروها بشكل غير قانوني، يبقى اتس كليمد يعني يدعى. ولما نيجي عند كليم ما ننساش ان معناها يدعي، ولو انت عايزها كاسم لازم تقول قبلها فتقول كليم، اوعى تقول كليم بمعنى ادعاء، لا كليم يعني ادعاء، وكليم دي معناها يودي بحياه شخص يعني يؤدي الى قتل شخص. كلايم يتسلق وابير يعني يظهر، اصلا وانت بتحل انت اكيد واخد بالك ان هو قال لك هنا از، فاذ هابند ما تنفعش تفكر فيها اساسا لان هابند ما بتجيش مجهول، وابير يظهر وليس ابير برضه ما بيجيش مجهول، وكل لابس كذلك ينهار. اونلاين بوك ايه از ان illegal اكشن، هو عباره عن شيء غير قانوني، اكيد الاونلاين بوك بايرسي اللي هي القرصنه الالكترونيه هي شيء غير قانوني. اتس نوت ايزي فور يونج رايترز، ليس من السهل للكتاب الشباب تو نو ذير نيو بوكس، ان هم يعملوا في كتبهم. رايت يعني يكتب، وابير يعني يظهر، وكام اوت يعني اللي هي يصدر يعني اللي بتساوي ينشر، وببلش يعني ينشر، فانت بتقول لي ليس من السهل للكتاب ان هم ينشرون، اللي هي ديت تبقى دي معناها ينشر، دي بتدي معنى معلوم، لكن كم اوت ينشر او يصدر بمعنى مجهول شويه. طيب ممكن تركز معايا كده ونقول الجمله بشكل مختلف فناخد فيها كم اوت لو قلناها. اتس نوت ايزي فور يونج رايترز بوكس، لكتب الكتاب الصغار تو كم اوت، ليس من السهل للكتب دي ان تنشر. The accident A despite the carefulness of the driver because there was a sudden leak in the brake oil، بقول لك ان الحادثه ايه برغم الحرص اللي كان السواق ماشي بيه، لان حصل تسريب في الغاز في الوقود او في الزيت بتاع الفرامل، الحادثه حصلت يعني happened او occurred، ادي عندك occurred. طب excuse معناها استسمح يعني او اعتذر، caused معناها سبب، وclaimed معناها ادعى.
ده فاكتوري هاد كولابسد، لسه بنحكي في كولابس دي معناها ينهار، وهو فعل من الافعال اللي ما ينفعش تيجي مجهول. ذا فاكتوري كولابسد يعني المصنع انهار. سو ذا لويرز نوت ذات ذا انشورنس كومباني اللي هي شركه التامين بي ذا ليجل كومبنسيشن اللي هو التعويض. بيقول لك ان المصنع انهار، عشان كده المحامين طالبوا يبقى ديموندد. ولما نيجي عند ديموند، بما ان احنا واخدين الكتاب ده مراجعه، فخليك فاكر ديموند يعني يطلب. لكن لو انت قلت لي ديموند دي معناها طلب او مطلب. ديس ابير يختفي، وريجكت يعني يرفض، وبروتست يحتاج. I applied for the new job، انا تقدمت للوظيفه الجديده. I'm waiting for the answer، انا مستني الرد يعني، to my application with bated breath، مستني بفارغ الصبر. قلت لك قبل كده ان with bated breath دي تديك ايحاء ان حاجتين اتنين، انك انت nervous وانك انت excited، يعني انت متحمس عايز تسمع الرد، ونيرفس متوتر بقى زي يوم النتيجه، انت بتكون متوتر وخايف بس عايز تعرف ايه اللي حصل. وبناء عليه يبقى الاجابه كده رقم سي اللي هي I'm in nervous and excited state is one of the behaviors that you must stop، واحد من السلوكيات لازم انت لازم تتوقف عنها. هو مين؟ الغش. الغش اللي هو اسمه تشيتنج. خد بالك التشيتنج ده اسم لا يعد، يعني هي نون وهو لا يعد، لكن اكشيت الغشاش دي نون ومعدود، عشان كده جبنا قبلها طب تشيت لوحدها كده ده فيرب بمعنى يغش. طب تشاتنج اللي هو الدردشه، وتشيكنج اللي هو الفحص، وتشارتي اللي هي الجمعيات الخيريه او الخير يعني. I was not to hear that my car had been stolen، انا ايه إن لما عرفت ان عربيتي سرقت فانا كنت شوكد يعني مصدوم. يبقى I was shocked يعني انا كنت مصدوم. خد بالك انت كان ممكن تقول it was a shock، لقد كانت صدمه، او تقولها بشكل ثاني it was shocking، لقد كان الامر صادما. فانت قدامك الاختيارات دي كلها، تنفع انك تقول I was shocked، it was a shock، او it was shocking، واحده من الثلاثه دول. طيب the convict behaved in a dishonest way، المدان تصرف بشكل غير امين. كلمه behave يعني يتصرف، بتساوي كلمه act ما فيهاش مشكله. A successful journey must be nosy، لا دي مش journey، المفروض تبقى journalist. الصحفي الناجح لازم يكون نوزي. انت فاكر اكيد ان احنا قلنا في ثلاث كلمات بنفس المعنى، نوزي و curious و inquisitive، فاكر دول؟ لو انت ما ذاكرتهمش ذاكرهم من المذكره او الورقه اللي انا نزلته لك من لحظات الوحده الاولى، هتلاقي فيها الكلام ده. طيب يبقى احنا كده قلنا ان نوزي معناها curious و inquisitive، اللي هم رقم بي معناها curious and inquisitive. The giant ship broke down and navigation، بيقول لك السفينه اتعطلت وعملت ايه في الملاحه؟ And blocked navigation، يعني اعاقت الملاحه، اوقفت الملاحه. The captain said، القبطان قال that the strong wind، ان الرياح القويه عملت ايه في السفينه؟ لدرجه ان both its front and back hit the sides of the canal، بيقول لك ان السفينه ديت الجانب الامامي والخلفي خبطوا في الشاطئ بتاع القناه، فاذا معنى كده انها لفتها يعني. وانت عارف ان سبن اللي هي المضارع منها سبن اللي معناها يدور او يلف، او معناها يحور في الكلام او يلفق في الكلام، ومعناها كمان يغزل. ما تنساش لما قلنا ان السلك وورم يعني دوت القز سبنز او سبن لو انت عايزها ماضي. طيب بيجن يعني بدأ، وربد يعني سرق، وستوبد يعني اوقفه. ورئيس الوزراء ايه؟ ان هيكون في سيفير يعني شديد. كلمه سيفير اللي معناها شديد دي ممكن تساوي كلمه اكستريم، لازم تحفظ الكلام ده، وبتساوي كمان كلمه اكيوت اللي معناهم شديد. طيب عكسهم ايه بقى؟ عكسهم مايلد اللي معناها معتدل، او كلمه مو دي ريت اللي برضه معناها معتدل. يبقى كلمه سيفير شديد، اكستريم واكيوت برضه شديد، عكسهم مايلد ومودريت. طيب المهم فبيقول لك ان ذا برايم مينستر رئيس الوزراء that there was a severe penalty against those who built illegally. رئيس الوزراء اعلن، يبقى announced، اعلن انه سيكون هناك عقوبه على ضد اولئك الذين يبنون بشكل قانوني. The police officers، ضباط الشرطه، are a the cause of the crime. ضباط الشرطه بيعملوا ايه في اسباب الجريمه؟ عشان يقبضوا على متهم اكيد بيتحرى، ويتحرى دي اسمها investigate. وانت عارف اكيد ان investigate دي بتساوي look انتو. سلام على الناس اللي حافظه اصلا بتقول معايا قبل ما اقول، يعني تلاقي الطالب اللي حافظني كده عارف ان انا عند انفستيجيت هكتب كذا، فانت برنس. طيب وكلمه ريفيوز، ريفيوز يعني يرفض. عند ريفيوز دي انت المفروض تبقى عارف الكلمه دي، ان كلمه ريفيوز دي بتساوي كلمه ديك لاين اللي معناها يرفض برضو، وبتساوي كمان تيرن داون. كلمه تيرن داون انت خدتها مره في الوحده الاولى في الاسئله قبلتنا، وديكلاين وريفيوز هنقابلهم تاني في الوحده الرابعه وخمسه كتير فاحفظهم. طيب بيقول لك unfortunately the collapse، كولابس احنا عرفنا منها خلاص معناها الانهيار، of the house caused tens of not and injuries. انت عارف ان كلمه casualty او casualty كده
دي معناها إصابة، ومعناها كمان حالة فقد، حالة فقد أو معناها وفاة يعني، ومعناها خسائر. حلو. طيب أنت في الجملة هنا بقى يا معناها إيه يا فندم؟ قال لك في الجملة كوزد كوزد كوجوالتيز، قلنا خلاص أند إنجريز وإصابات. ما هو ما دام قال لك وإصابات وإصابات يبقى أكيد هنا معناها حالة فقد اللي هو موت أو وفاة، فخدنا كوجوالتيز. مش لازم تسمع الفيديو كله مرة واحدة، أنت ممكن تقسم الفيديو على مرات، بحيث إنك أنت لو هتسمع حتى كل يوم صفحة وتتقن كل ما فيها، والله العظيم هتوصل لمستوى من الرفاهية في اللغة حاجة محترمة. رقم 17 بيقول لك after the accident. accident للحادثة، وطبعا عارف إن إحنا مر علينا قبل كده مصطلح كان بيقول لك by accident اللي هي intentionally، أكتبهم لك. قلنا قبل كده إن by accident، by accident يعني مصادفة أو بالصدفة، بتساوي unintentionally اللي برضه معناها بالصدفة. كلمة باي اكسيدنت بالصدفة، ان انتشنالي بالصدفة، باي لك برضه بتساويها بالصدفة، وباي تشانس يعني مصادفة أو بالصدفة. الناس دي كلها كده عكسها اون بيربس اللي هو معناها اون بيربس اللي معناها عمدا أو متعمد، أو بتساوي كلمة انتشنالي اللي معناها برضه عمدا أو متعمد. طيب في الجملة دي برضه في ملحوظة تانية عايز أقولها لك. As injured people الناس المصابين where ايه financially تم تعويضهم ماليا، طبعا من سياق الجمله كده compensate يعوض، وطبعا بتساوي ميك اب فور. regulate يعني ينظم، وفاين يعني يغرم، وفاين يعني تم تغريمه، وفريد اللي هي بتساوي كلمه set free يعني يطلق سراح، وممكن نستخدم بدلا منها release يعني يطلق سراح. الناس دي كده معناهم يطلق سراح، لكن free بس صفه بمعنى حر او مجاني او فاضي. finally the police discovered what had a the accident. في النهايه البوليس اكتشف ما الذي سبب الحادثه. سبب يبقى caused. طيب خد بالك caused the accident يعني سبب الحادثه، ممكن نغير في سياق الجمله دي فنقول بقى finally the police discovered يعني البوليس اكتشف. احنا قلنا اول حاجه كده مكتوبه قدامنا كانت what caused the accident يعني ما الذي سبب الحادثه. على فكره ممكن اقول لك what caused the accident هنا هنقول بقى to happen، وفي السياق ده كلمه cause بمعنى يجعل، ما الذي جعل حادثته تحدث. او على فكره كان ممكن برضه نقول the police discovered what made the accident، ما الذي جعل الحادثه happen يعني تحدث. اللي انا عايزك تركز عليه ان في الجمله الاولانيه لما نقول cause the accident يعني سبب الحادثه، طب cause the accident to happen يعني جعل الحادثه تحدث، لانك عارف ان cause مفعول، to المصدر، دي معناها يجعل الشيء يحدث، او ممكن نستخدم مكانها make مفعول مصدر زي ما عملنا كده وقلنا what made the accident happen معناها ما الذي جعل الحادثة تحدث. طيب فاحنا خدنا cause هنا. بعد كده عندك reason معناها مبرر يعني، او برر. excused معناها اعتذر، ورescued يعني انقذ اللي انت عارف ان معناها verb بمعنى ينقذ، rescue verb بمعنى ينقذ، وnoun بمعنى انقاذ. the police were able to rescue البوليس كان قادر انه ينقذ الناس who were not inside the house اللي كانوا ايه داخل المنزل. طيب يعني كتب، وtripped اللي هو معناها تجول يعني، ورابد معناها غلف، طبعا دي مش الاجابه، رابد دي غلف معناها يغلف شيء يعني زي هديه او كده، فترابد معناها احتجز، فالبوليس انقذ الناس اللي كانوا محتجزين داخل المنزل اثناء الحريق. is a type of media هو نوع من انواع الميديا او التحيز في الميديا يعني، اللي فيه جورناليست يوزس ووردز بيستخدم كلمات وعبارات عشان تدعم او تؤيد فكرته او رايه. طيب بليسمنت الوضع ده ان هو يحط مقال في الاول او في الاخر على حسب ما عايز. سبن وهيحور في الكلام، وبما ان الراجل بيستخدم كلمات وعبارات يبقى كده بيحور. اوميشن اللي هو الحذف، والحذف ده لما يكون بيقول لك مثلا ان الراجل استبعد معلومه معينه او حذف معلومه معينه فتقول له اوميشن على طول. طيب بعد كده اسئله الفوكابلري رقم 21. years of computer use سنوات من استخدام الكمبيوتر عملت ايه في هير اي سايت في بصرها. بليمد يعني لامة، وشوكد معناها صدمه، وتشيتد معناها غشة، اكيد رايند يعني افسد، وهنا كان ممكن نستخدم كلمة سبويلد اللي معناها افسد برضه زيها زي دامجد. وما تنساش بالباب الذكر بالشيء بالشيء يعني، ان كلمة سبويل كده بس لوحدها ممكن نستخدمها بمعنى يدلل، في الحالة دي مش هتساوي كلمة رايند خالص. ولو قلنا سبويلز الجمع كده دي معناها الغنائم بتاعة الحرب. في الجملة دي برضه كان في حاجة عايزك تاخد بالك منها اللي هي كلمة بليم. بليم يعني يلوم، لو بنجيب بعدها شخص فور شيء يعني يلوم شخصا على شيء، لكن ممكن نستخدم بليم شيء حصل اون شخص معين، بمعنى
ان الكلمه الاولانيه بليم شخص انشاء دي معناها يلوم شخصا على، لكن دي معناها يرجع السبب في شيء لشخص. بمعنى احنا ممكن نقول بليم بليم علي لو الشخص فور مثلا ذا اكسيدنت مثلا، يعني يلوم علي على الحادثه. لكن ممكن نقول بليم ذا اكسيدنت يعني يرجع السبب في الحادث اون علي، الى مين؟ الى علي. طيب ارجع بقى لجملتك كده زي الشاطر وتعالى معايا في رقم 23. في 22 الاول 22 بيقول لك ذا ادفيرتسمنت الاعلانات اون تي في اللي على التلفزيون ذا نيو دراج بريفنتس هير لوس. بيقول لك الاعلانات اللي على التلفزيون بتدعي ان العلاج الجديد ده بيمنع من تساقط الشعر. طبعا كومبلين يعني يشتكي، واكيوز يتهم، ومسليد يضلل. طيب ذا اديتور ببلشت ذا نيوز ستوري ات ذا توب، هو الراجل نسخ الاخبار في قمه الصفحه عشان يبين ان هي مهمه. يبقى ده ما دام حط الاخبار في الاول يبقى ده اسمه بليسمنت الوضع. ليفنج اوت معناها حذف، الحذف يبقى من غير ما تكمل كده اوميشن على طول، اوميشن الحذف برضه. بريزنتنج ان اوبينيون انك تقدم لنا رايك على انه حقيقه، ما دام بتقدم رايك على انه حقيقه يبقى انت بتحور في الكلام يبقى ده اسمه سبان. Don't be not by his friendly appearance. He is really a cheat. لا تكن ايه بالمظهر الطيب يعني، لان ده راجل غشاش. Don't be misled. يعني ايه misled؟ يعني لا تكن مضللا. طبعا mis apply يعني يسيء تطبيق، ومس behave يعني يسيء السلوك او الخلق يعني وكده يعني. فكلمة mis معناها يسيء. المهم في جملتنا انا بقول لك لا تكن misled، لا تكن مضللا. Unfortunately a lot of the information on the internet إيه، بقول لك لسوء الحظ معظم المعلومات اللي على الانترنت بتكون اكيرت دقيقه ولا ان اكيرت. بما ان الراجل قال لك لسوء الحظ يبقى هي اكيد غير دقيقه. لاحظ كمان ان انفورميشن ده اسم مفرد دايما عشان كده قلنا إيه. I don't like this article، مش حابب المقال ده. It doesn't present a not point of view، لان المقال ده لم يقدم وجهه نظر باد سيئه فانت ما بتحبوش. ما هو لو ما قدمش وجهه نظر سيئه يعني قدم وجهه نظر كويسه فهتحبه. ولا متحيزه وبريجدست زي بايست نفس المعنى، فهنا هنقول بالانس بمعنى لا احب هذا المقال لانه لم يقدم رايا متوازنا. بعد كده 29 التابلويد اللي هي جريده الشعبيه او الصحف الشعبيه هاز نوت فوتوز، بيكون فيها صور اكتر يبقى مور فوتوز اكتر من البروتشيت. طب if you are interested in international news، انت راجل مهتم بالاخبار العالميه يعني اخبار جده فهتقرا البروتشيت على طول. if you like funny rhymes، لو انت بتحب الرايمز والحاجات اللي بتضيع الوقت يعني والنكت والتهريج والصور فتجري بسرعه على التابلويد تقراها. one of my colleagues، واحد من اصدقائي that he was going to resign، ان هو هيستقيل من الشغلانه. معنى كده انه اعلن، واعلان رسمي او بيان رسمي عن خطه او قرار يبقى announced، لكن advertised دي حاجه من اثنين، يا اما اعلان عن سلعه او منتج او اعلان عن وظيفه. accused يعني اتهم، وديموند معناها طالبه. police are still a how the accident happened، البوليس ما زال بيفحص بيتحرى يبقى investigating، وقلنا مره واثنين وثلاثه investigate ممكن نستخدم بدلا منها look into. طيب كلمة wonder معناها يهيم أو يتجول، لكن على فكرة كان ممكن نستخدم كلمة wonder هنا في السؤال في الجملة دي بمعنى تساءل. البوليس ما زال يتساءل كيف حدثت الحادثة. طيب الجملة اللي بعد كده في رقم 34 بيقول لك the price of the item has been reduced، سعر المنتج ده تم تخفيضه to not for a defect، عشان يعوض اللي اسمها compensate. compensate يعني يعوض بتساوي make up for. complete يكمل، بي يدفع، وcompare يقارن. Not I think some parts of the plan are good. I don't think it is practical. بقول لك انا اعتقد ان بعض اجزاء الخطه دي كويسه، مش شايف ان هي عمليه برضه. فانت عايز تقول بالرغم من ان، بالرغم من ان هنا بقى ركز معايا في دي كويس. عندك اي كلمه معناها بالرغم من ان بتفيد التناقض زي كلمه whilst، دي رقم واحد. الحاجه الثانيه ممكن دي بتساوي كلمه although طبعا اللي معناها بالرغم من ان، وبرضه بتساوي كلمه though اللي معناها بالرغم من ان، وكمان even زو. الناس دي كلها كده معناها بالرغم من ان، يعني كل الناس دي بتفيد الكونتراست اللي هو التناقض. فانت هنا بقى بتقولي بالرغم من اني شايف الخطه دي كويسه الا ان انا شايفها مش عمليه. This book is not to be for children aged 5 to 10. بيقول لك الكتاب ده ايه يعني ان هو ينشر للاطفال من 5 لسن ل 10 سنوات. attended معناها حضره، واتندد معناها رافقه. لما نقول يرافق الرئيس مثلا يبقى attend the president. pretend معناها يتظاهر، دي تتظاهر، وانت فاهم ان انت في الوحده الثالثه خدت كلمه artificial artificial smile اللي هي الابتسامه المصطنعه. هنا بقى ممكن نستخدم مكانها pretend smile. intended معناها ينوى به او يقصد به، فهذا الكتاب يقصد به او ينوى به ان يكون للاطفال من 5 ل 10 سنوات. الصفحه اللي بعد كده بيقول لك في 37
Hagar did not own a car and not on public transportation to get around town. بقول لك هاجر ما عندهاش عربيه وبتعتمد على النقل العام. خد بالك انت قلت لي public transportation هو النقل العام، المواصلات العامه يعني، عشان تتجول حول المدينه. يبقى trust يعني يثق، ورود يعني يركب، apply تقدم، وريلايد اللي معناها اعتمد على. وانت عارف ان rely on زيها برضو كان ممكن نستخدم depend on، وكان ممكن نستخدم count on، وممكن نستخدم bank on. الاربع كلمات بمعنى يعتمد على. The information you find online about travel is not as useful information as that from a. بقول لك المعلومات اللي انت بتلاقيها على الانترنت عمرها ما تكون مفيده زي المعلومات اللي انت بتجيبها من الورك بوك، كتاب الورك بوك يعني، ولا الجايد بوك الكتاب الارشادي، اكيد الكتاب الارشادي. كوك بوك اللي هو كتاب الطبخ، وتشيك بوك لكتاب الفحص. The bomb caused serious damage. القنبله سببت serious damage، damage يعني تلف او دمار. To the building, but there were no. لكن لم يكن هناك أي خسائر في الأرواح، يبقى casualty. طيب هتقول لي يا مستر طب ما هو كلمة injury معناها إصابة برضه، ما أنا ممكن أقول لك لم يكن هناك إصابة. أيوه بس أنت قلت لي هنا where، يعني أنت عايز هنا اسم جمع. لو هي كانت injuries كنا خدناها. طيب destruction ده اسم مفرد لا يعد، مش هينفع نقول where destruction. وdeath كانت عايزة إس عشان يبقى نقول وفيات، أنا آخرها إس يعني. I must say I owe a lot all the achievements to the encouragement and help from my colleagues and friends. عايز الراجل يقول لك في النهايه او اخيرا انا ادين بكل اللي انا عملته ده لابوي، للناس اللي شجعوني من اصدقائي وهكذا يعني. فطبيعه الحال تعالى نترجم الكلمات دي. كلمه ليتر دي معناها بتدي معنيين اثنين، واما ان احنا نترجمها بمعنى ريسنتلي، او ريسنتلي يعني حاليا يعني حديثا، او كلمه فور مارلي اللي معناها سابقا. طب لايكلي معناها محتمل، اللي انت عارفها تركيبتها بي لايكلي، لازم تحفظ التركيبه دي كده بلايكلي تقول ان موجوده في نص الوحده الاولى. طيب كلمه ليتلي، ليتلي دي زي كلمه ريسنتلي من كلمات المضارع التام معناها مؤخرا وحديثا. يبقى الاجابه هنا لاستلي اللي هي بتساوي كلمه فاينلي. لاستلي زي فاينلي معناهم اخي في النهايه، اخيرا انا ادين بالفضل اللي ما اعرفش من كده. I'm still trying to find out the cause of the plane crash. ما زالوا بيحاولوا ان هم يجدوا سبب الحادثه بتاعت الطياره، فاكيد دول المحققين اللي هم investigators المحققين. لكن investors دي المستثمرين بتوع الفلوس. The movie had a very not effect. الفيلم اللي كان ليه تأثير ايه؟ lots of people cried. الناس كلها عيطت. يبقى التأثير ده تأثير انفعالي او وجداني. وانت عارف ان كلمة وجداني او انفعالي يا اما انك تقول emotional او انك تقول affecting اللي معناها مؤثر او وجداني يعني. او انك تقول touching اللي هو لمس مشاعرنا، او moving اللي يحرك مشاعرنا. الكلمات دي كلها كده بمعنى مؤثر يعني جعل الناس يبكون يعني. في الاختيارات مديني كلمه ايموشنال اهي رقم ايه، يبقى الفيلم كان له تاثير ايموشنال ليه خلى الناس كلها تبكي. طيب طبعا رقم 43 some websites not readers by publishing fabricated news، اخبار مفبركه مضروبه يعني ستوريز. بيقول لك بعض المواقع بتضلل القراء، يضلل يبقى مسليد. We all know the view from the summit of the mountain. احنا كلنا ايه المنظر من قمة الجبل، اكيد enjoyed يعني استمتعنا، او ممكن نقول كلنا استمتعنا. appeal دي ليها موضوع هحكي لك دلوقتي يروق الى اسمها appeal to. انت بتجيب الشيء appeal to شخص، فتقول مثلا the story appealed to me. يعني كان ممكن تقول the view from the summit of the mountain appealed to us، يعني راقت لنا. كلمة admire يعني يعجب بيه، ويبقى الاجابة كده طبعا استرد معنى ابهرا. مش هينفع اقول لك نحن ابهرنا المنظر، ده المنظر اللي ابهرنا. يبقى انا ممكن استخدم هنا حاجه من الاثنين دول، وهما الاثنين صح وده خطا مطبعي اكيد. احنا كلنا استمتعنا بالمنظر، او احنا كلنا اعجبنا بالمنظر. طيب people should share، وركز مع admire برضو انك انت بتجيب الشيء وبعدين admire وبعدين الشخص. احنا بنحب ابو تريكه يبقى we admire ابو تريكه، اوعى تقول ابو تريكه admires us. people should share the news that not most to them. الناس لازم يتشاركوا الاخبار التي تخصهم. matters يعني matter يعني قضية ومعناها يخص كفعل. interests يعني يهتم او يسبب اهمية او يمثل اهمية لي. admire يعني يعجب به. وconcern معناها يقلق. بص بقى عشان هنا في مشكلة. الاختيارات الاربعة دول ينفعوا، ولكن انت لما تستخدم to فهتقول matters to them فقط. طب interests them وadmires طبعا ما ينفعش نستخدمها هنا خالص، عشان انت هتقول the news that admires them يعني الاخبار التي تعجبهم، فالمعنى هيبقى رقيق يعني، هيبقى معنى الجمله الناس يجب ان هم يشاركوا الاخبار التي تعجبهم
فالمعنى ركيك، لكن هو من حيث القواعد زي الفل. ادماير بعدها المفعول، وكونسيرنز برضو ذم من غير تو. يعني انت كده في الجمله الاربعه كانوا ينفعوا، بس احنا خدنا ماترز تحديدا لان ماترز موست تو ذم، يعني تسبب بالنسبه لهم قضيه يعني او تهمهم. ذا فيروس از نوت ثرو كونتاكت with contaminated، يعني ملوث فود، الطعام الملوث والماء. يبقى انت عايز تقول ان المرض ده ينتشر من خلال الطعام الملوث والماء. في الاختيارات come out يعني يصدر او ينشر، يعني published معناها نشر بس ده العمل الادبي، spread يعني انتشر، وspread دي ملهاش وجود اساسا في اللغه عندنا. يعني the virus، اصل التصريف الاول من spread يعني spread الاول، spread الثاني والثالث. فالفيروس ده ينتشر من خلال التواصل او الاتصال يعني بالطعام الملوث او الماء الملوث، يبقى spread رقم C. سليم can't marry now as he still in the first year of his not as a plumber. بقول لك ان سليم ده مش هينفع يتجوز اللي من دول لان هو في اول سنه ليه في ان هو بيعمل ايه كبلمر، يعني كسباك يعني. تعال نشوف apprenticeship اللي هو التدريب، اول سنه تدريب فمش معاه فلوس اكيد يعني. friendship لصداقه، spaceship اللي هي سفينه فضاء، وتشامبيون شيب البطوله. فالراجل ده لسه في اول سنه ليه في التدريب فمش هينفع يتجوز دلوقتي. not an invitation to attend the party I didn't go to it. انا ما رحتش الحفله لانني لم اتلقى دعوه، يبقى not receiving. they not lots of photos on social media. هم بيعملوا ايه في كثير من الصور على السوشيال ميديا؟ تعال نشوف ريكورد يعني سجلوا، درو معناها رسموا، وشيرد يعني شيروا يعني او شاركوا، يبقى شير. شير معناها يشارك شيء على الانترنت. staying physically active انك تفضل نشيط بدنيا helps not the risk of heart disease، يساعد في انك تقلل خطر الاصابه بمرض القلب. طيب تعالى بقى نترجم كده ونشوف الاربع اختيارات واحده بواحده. اول واحده كلمه disease دي اللي هي زي death اللي هو الموت، reduce يعني يقلل، produce يعني ينتج، و deduce يستنبط. فانت بتقول انك تفضل لائق بدنيا فده بيقلل من فرص اصابتك بامراض القلب. the bomb القنبله caused serious damage سببت تلف او دمار كبير. to the building but there were no لكن لم يكن هناك، سؤال ده مكرر زي ما قلنا، casualties و injuries كانت تنفع لكن ده مفرد، و destruction اسم لا يعد، و death كان ينفع بس تقول death لاخر اس عشان حالات وفاه عشان وير. وخد بالك ان كلمه دامج دي احنا ممكن نقول دو دامج وممكن نقول كوز دامج، الاثنين دول بيجوا مع كلمه دامج يعني يسبب تلفا. وانتبه ان كلمه دامج دي اللي معناها تلف او دمار اسم لا يعد، لو هي معناها دمار فهي لا يعد، لكن لو انت قلت لي دامجز فدي كده معناها تعويضات اخرها اس. طيب ذا هوتيل ووز اوفل، الفندق ده كان فظيع جدا شنيع. Our room was far too small. غرفتنا كانت صغيره جدا لابعد حد. الراجل في السياق عايز يقول لك ان الفندق كان سيء جدا بدايه، يعني اول حاجه عايز اوضحها لك ان غرفتنا كانت سيئه بدايه، دي اسمها to begin with. طيب beginning with مبتدئا بي، as beginning يعني كبدايه، the beginning البدايه، طبعا كلهم ما ينفعوش في سياق الجمله، انت بتقولي بدايه الغرفه كانت كذا. research suggests that this sort of farming has a bad a on the environment، البحث بيقترح ان هذا النوع من الزراعه ليه ايه سيء، اكيد ليه تاثير سيء. فانت عايز كلمه تاثير اللي هي نون، فهتروح لكلمه results نتائج. influences ده فعل بمعنى يؤثر على، ما ينفعش اصلا نفكر فيها لو هي مثلا معناها تاثيرات لان في وانت عايز بعدها مفرد. affect ده verb بمعنى يؤثر على، فهتاخد impact اللي هي اصلا verb بمعنى يؤثر على ونون بمعنى تاثير. people are known to be in interfered in others private life، الناس اللي هو بيتدخلوا في حياه الاخرين، الناس دي بنسميها ناس نوزي حشريين، وقلنا نوزي دي ممكن نحط مكانها انكويزيتيف اللي هم حشريين، او بنحط مكانها كمان كلمه كيوريوس اللي هم الحشريين يعني. لكن نوزي دي معناها صاخب، وكونستانت معناها كونتينوس مستمر، وجرامبي اللي هو الغاضب او سريع الغضب او الشخص المتذمر، وقلنا ان كلمه جرامبي دي ممكن نحط مكانها بدائل. خليك معايا كده، ما اقول لك حاجه، جرامبي ده ادجكتيف بمعنى متذمر، لكن في كلمه جرامب لما نجيب قبلها بقت كده نون ومعناها برضو متذمر. وعندك كمان كلمه جرامب الفيرب بمعنى يتذمر، لكن كلمه جرامبينس اللي هي النون اللي هو اسم لا يعد بمعنى برضو التذمر. فانت قدامك كده كل المشتقات. وكمان اتفقنا ان كلمه جرامبي اللي هي الادجكتيف يعني بتساوي باد تمبرد، تمبرد اللي هو سيء المزاج، اللي بتساوي كمان ان ا باد، بس خد بالك انت هنا هتقول ان ا باد تمبر يعني في مزاج سيء او في حاله المزاجيات سيئه، يبقى جرامبي باد تمبرد ان ا باد تمبر كلهم بنفس المعنى. طيب انت في الجمله اخترت معانا هنا مين؟
رقم دي نوزي. هنقف هنا كده كفيديو بدايه للوحده عشان ما يبقاش كتير. انصحك تعمل الاتي: مش لازم تسمع كل الحصه او كل الفيديو في يوم واحد، ممكن تسمع كل يوم صفحتين اتنين وتكتب كل الملاحظات اللي بنقولها. لو انت عملت كده، لانك انت بتراجع وانا بحاول اقول كل الملاحظات اللي في كل الكتب وانا ماشي، ان شاء الله رب العالمين يعني تكون الدنيا جميله جدا معاك. انا هبدا اسجل في الكتاب ده من النهارده، وبدايه الكتاب ده الفعليه هتكون من يوم 1/10. فلو حضرتك حابب تنضم لينا ممكن تتواصل معانا. بدايه الكتاب ان شاء الله هتكون من يوم 1/10. طيب النظام هيكون ايه؟ هيكون ان شاء الله في 3 حصص في الكتاب ده، عشان هو اسئلته كتير. يعني انت لو شفت عدد الاسئله اللي في الوحده الاولى فقط لوحدها كان عدد مهول جدا. يعني في الوحده الاولى جايب 249 جمله على الكلمات، وبعدين جاب 130 جمله ثانيه على الكلمات. فانت متخيل ده كله كده حوالي 370 380 جمله على الوحده الاولى. فالموضوع مهول، بس احنا مش هنسيب ولا جمله غير لما نفصصها، وهنقسم الوحده على الاقل 4 فيديوهات او 5 فيديوهات كمان عادي، ما فيش مشكله، بس هننجز ان شاء الله. فيه بدايه التسجيل او الاشتراك في الكتاب ده من شهر 10 ان شاء الله رب العالمين. فلو انت حابب تنضم من الان تواصل معانا على رقم الموبايل اللي انا قلته في الاول وهقوله تاني، اللي هو 010 20 78 78 39. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.